الفريق يعمل اداء مميز زي ماتش الطلائع ان شاء الله، بس هم يشدوا شويه عشان ما نتحطش في اخر دقائق، لازم نضمن الماتش من الاول، وان شاء الله وليد سليمان يرجع زي الاول ان شاء الله. الاهلي انا متاكد ان شاء الله باذن الله انه هيفوز في المباراه دي. اعتقد ان حتى مستوى فريق النجوم مش قوي جدا، احنا برضو مش لازم يعني ان احنا نغفل حقه، ولكن انا متوقع ان شاء الله الاهلي يؤدي اداء قوي في الماتش ده، وان شاء الله باذن الله الدوري مش هيخرج من الاهلي، لان الاهلي يختلف عن الفرق الثانيه، عنده روح البطولات. انا اتمنى يعني ان احنا نكسب، يعني الماتش ده اهم حاجه، وتوقعاتي يعني ان شاء الله هيبقى 2-0 او 3-0 باذن واحد احد يعني، وربنا كريم يعني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يعني الاهلي المباراه الجايه خلاص الاهلي يعتبر رجع لمستواه الطبيعي، وان شاء الله باذن الله يعني اللعيبه كلها ترجع زي الاول، وصلاح جمعه هو الحمد لله بدا رجع لمستواه والاحسن كمان، والباقه في اللعيبه الكبار يعني ان شاء الله باذن الله. توقعاتي ان شاء الله الاهلي هيغلب، والتركيز على عدم اهدار الفرص، واللعيبه اللي كانت مركونه هتنزل وهتعوض وهتسد جامد، زي وليد سليمان كان نزل 10 دقائق اللي عمله ما حصلش. ان شاء الله وباذن والاهلي هيفوز، ويفوز 2-0 باذن الله. هي المباريات اللي جايه كلها صعبه، ولكن ان شاء الله وباذنه ما فيش حاجه صعبه على الاهلي، وزي ما احنا عارفين كده الاهلي بتاع الدقائق الاخيره. انا بقعد الماتش اللي فات انا كنت قاعد بتفرج على الاهلي، ما كنتش عارف الوقت قد ايه، بس كنت متاكد ان الاهلي هيفوز، وباذن الله الاهلي هيفوز. اتوقع فوز الاهلي ان شاء الله، وبتمنى اشوف جمل تكتيكيه الفريق اتمرن عليها بقالنا فتره ما شفناش، واتمنى ان الفريق يعمل فريق اعداد او زي ماتش اعداد او تجهيز للمرحله اللي جايه ان شاء الله. بالنسبه لنا لا، هو النجوم فرقه كويسه ماشي، الفرقه عايزه تقعد في الدوري، ان هي في المركز الاخير في الدوري زي ما احنا عارفين، فهي محتاجه انها تقعد في الدوري، فاكيد يعني المفروض ان هم نازلين بيهاجموا، نازلين عشان يكسبوا يجيبوا 3 نقط علشان يقعدوا في الدوري، فاعتقد الجيم هيبقى مفتوح في الملعب. بس الاهلي طبعا من الفرق اللي بتحب اللعب المفتوح يعني، بس فحتى اللعيبه بتاعتنا برضه بالروح يعني وبالعزيمه وبالاصرار وكده ان شاء الله نكسب يعني.